واتمنى اي حد يشوف الاسعار دي متوافق معاها، شايفها حقيقيه اقل او اكتر، يتصل بينا ويقول لنا علشان نعرف الحقيقه ايه. كيلو الدواجن ب 33 جنيه، وعندي اخبار بتقول انه وصل 42 جنيه. دي اللي هي الدواجن البيضاء، اللحوم البيضاء يعني. كيلو الدواجن البلدي 40 جنيه، وعندي كلام اخبار ان هو وصل 48 جنيه. كرتونه البيض ب 41 جنيه، كيلو لحم الكندوز في القاهره الكبرى حوالي 150 جنيه. في المحافظات الثانيه الريفيه شويه ب 130 جنيه تقريبا. كيلو اللحم الضاني بحوالي 140 جنيه. كيلو اللحم الجاموسي الكبير اللي هو بياخد سوا كتير دوت ب 100 و 110، ما بين 100 و 110 جنيه زيه زي اللحمه الجملي. كيلو اللحمه السوداني 90 جنيه. دي الاسعار اللي قدرنا يعني حاولنا نجتهد ونوصل لها، وكان القايمه اللي قدام حضراتكم دي.